بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين. فإن الله التي قبلها، الجملة التي قبلها، فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب تماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به كتابا، وليس هو واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين. وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهد ويذكرون فيه حكايات ومنامات، فهذا كله من الشيطان. وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة، أو يذكرون ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين، فهذا كله ليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين. ومن تعبد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبقت عبارة من الشيخ في من طلب الشفاعة من الميت قبل هذا، أظن في آخر الدرس الماضي، فلو أعدتها. فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم، وخطاب تماثيلهم هو أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب. نعم، هذه العبارة، طلب الشفاعة من الأموات أو من الملائكة أو من الغائبين، ذكر الشيخ هنا أنه شرك أكبر، أنه شرك أكبر، سواء عند قبورهم أو عند تماثيلهم أو في مغيبهم، ولو لم يكن عند قبره أو عند تمثاله، وإنما يهتف باسمه ويطلب منه الشفاعة أو يطلب منه أن يدعو الله له وهو ميت أو غائب. فهذا يقول الشيخ هنا إنه شرك، بينما بعض الكتاب هداهم الله نقل عن الشيخ أنه قال في الفتاوى إن هذا ليس بشرك وإنما هو بدعة وليس بشرك، لأنه إنما توسل بهم إلى الله، وهذا غلط على الشيخ رحمه الله. فهو مصرح هنا لأن هذا شرك ولم يقتصر على البدعة، فهذا واضح من كلامه، ينبغي التنبه لهذا لئلا يغتر بكلام بعض المنتسبين إلى العلم من مرجئة العصر. نعم، أعد العبارة. فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم. عند قبورهم يقولون لا، هذا بدعة وليس شرك، ينسبون هذا إلى الشيخ. نعم، عند قبورهم وفي مغيبهم، وخطاب تماثيلهم هو أعظم أنواع الشرك، هو أعظم أنواع الشرك، وهم يقولون هذا بدعة وشرك أصغر، وينسبون هذا للشيخ. هل الشرك الأصغر أعظم أنواع الشرك؟ أعظم أنواع الشرك هو الشرك الأكبر، ينبغي التنبه لهذا، وأن لا ينسب إلى الأئمة ما لم يقولوه أو يأتون بكلام موهم مقطوع
مبتور من كلام أحد الأئمة، يقطعون أوله عن آخره أو آخره عن أوله ثم يقولون هذا كلام فلان. نعم. وأعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. وهذا إنما يوجد عند المشركين من أهل الكتاب وعند المشركين من هذه الأمة الذين يعبدون القبور والأضرحة، فهم يطلبون منها الشفاعة، هم يطلبون أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت، إنما يطلبون منها الشفاعة فقط. فهذا شرك، شرك بالله عز وجل، ما لا يفعله إلا مشرك. نعم. لأن الميت لا يطلب منه شيء البتة، لا دعاء ولا شفاعة ولا قضاء حاجة، لا يطلب من الميت شيء. نعم. وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى، قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم. فهؤلاء اتخذوا مشرعين مع الله، حيث قالوا إن هذا ليس بشرك، الله سماه شركا، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سماه شركا ونزه نفسه عنه. نعم. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالذي يقول هذه المقالة شرع في الدين ما لم يأذن به الله، وقسم دعاء الأموات أو عبادة الأموات إلى ما يكون شركا وما لا يكون شركا، وهذا تقسيم مبتدع، هذا تقسيم مبتدع وتشريع دين جديد لم يأذن الله به. نعم. فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصبة ماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم هو من الدين الذي لم يشرعه الله. نعم. هو من الدين الذي لم يشرعه الله، سواء دعاهم عند قبورهم طلب الشفاعة منهم أو عند تماثيلهم وصورهم، أو لم يكن عند قبورهم ولا عند تماثيلهم، وإنما يهتف بأسمائهم، يهتف بأسمائهم ويطلب منهم الشفاعة، هذا شرك ودين لم يشرعه الله عز وجل. نعم. هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولاً ولا أنزل به كتاباً، بل إن الله أرسل رسله ينهون عن الشرك، قال تعالى: وما أرسلنا كل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن الشرك، كل رسول ينهى عن الشرك، فهذا ليس في دين الأنبياء كلهم أنهم أجازوا شيئا من الشرك، قالوا هذا لا، هذا بدعة وليس شركا. نعم. ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به كتابا وليس هو واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين. الدين إنما يكون واجبا كالفرائض أو يكون مستحبا كالنوافل، وما ليس بواجب ولا مستحب فإنه ليس من الدين، فإنه ليس من الدين، فإن تقرب به إلى الله فهو بدعة وزيادة في الدين، وإن لم يتقرب به إلى الله واتخذ من باب العادات فهذا مباح، هذا مباح كالأكل والشرب واللباس والمراكب، هذا يعد من المباحات لأنه ليس من الدين، وإن كان لم يسبق له مثيل هذا من المباحات، أما الدين فلا يدخل فيه إلا ما كان واجباً أو مستحباً، ولم يقل أحد بوجوب
الاستغاثة بالأموات أو استحباب الاستغاثة بالأموات. نعم. وليس هو واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. نعم، الصحابة كانوا إذا أجدبوا لا يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يستسقون ويأمرون أو يطلبون ممن عندهم من الصلحاء أن يدعو الله لهم بالغيث، كما كانوا يفعلون هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لما مات لم يذهبوا إليه، دل على أن الميت لا يطلب منه شيء، وإن كان أفضل الناس لا يطلب منه شيء، هذا واضح، ميت لا يطلب منه شيء، لا شفاعة ولا دعاء ولا قضاء حاجة ولا غير ذلك، ولا يسأل مسائل العلم، إذا أشكل عليك سؤال تسأل العالم الميت أو النبي، أما بل تسأل الأحياء، تسأل أهل العلم من الأحياء. نعم. ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين. أئمة المسلمين المعتبرين، أما من يدعى أنه إمام وليس هو بإمام فلا عبرة به. نعم. وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهد. والعبادة والزهد ما تكفي، والنبي صلى الله عليه وسلم خشي على أمته من العباد الجهال، وخشي عليهم من العلماء الضلال، خشي عليهم من طائفتين، علماء الضلال والعباد الجهال، فهاتان الطائفتان هما أخطر على الأمة. نعم. وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهد ويذكرون فيه حكايات ومنامات، فهذا فلا ينظر إلى كونه زاهدا أو عابدا ونقول ما فعل هذا الفعل إلا لأنه جائز، لأنه تقي وعابد وزاهد، هذا ما هو بدليل، دليل بما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، هذا هو الدليل، أما فعل فلان أو فلان ليس دليلا، ولا قال إن أحد إن هذا دليل. هذه ناحية. الناحية الثانية، قد يعتمدون على حكايات، على حكايات يروونها، إن فلان فعل كذا وحصل له كذا، فلان ذهب إلى قبر فلان وطلب حاجته فقضيت، حكاية قد تكون واقعة وقد تكون غير واقعة، وإذا كانت واقعة فليست دليلا، أن هذا قد يكون أنه صادف القضاء والقدر في قضاء حاجته وليس سبب الميت، أو يكون هذا من باب الابتلاء والامتحان والفتنة والعياذ بالله، فليس هذا دليلا، حصول الحاجة ليس دليلا، دليل من الكتاب والسنة أو من إجماع الأمة، هذا هو الدليل، أما الحكايات وأما المنامات والأحلام، إن فلانا رؤي في المكان الفلاني وأنه يقول كذا وكذا، الرؤيا لا يبنى عليها حكم شرعي، إنما هذه رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنها نوع من الوحي، أما رؤيا غيرهم فلا يبنى عليها حكم، هذا من ناحية. الناحية الثانية، أن الأحكام انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى التشريع، قال تعالى قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم بمدة يسيرة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد كمال الدين، فلا يأتي أحد بعده بزيادة ويقول هذه من الدين، هذه خير، زيادة خير، ما هي بخير، البدعة شر وليست خيرا، شر الأمور محدثاتها كما قال صلى الله عليه وسلم، فالبدعة شر ليست خيرا، يعني يقول زيادة خير، الخير هو في الاتباع لا في الابتداع. نعم.
ويذكرون فيه حكايات ومنامات. منامات يعني أحلام، الأحلام لا يبنى عليها أحكام إلا أحلام الأنبياء، رؤيا النبي حق. نعم. ويذكرون فيه حكايات ومنامات فهذا كله من الشيطان. هذه كلها الحكايات والمنامات والقصص التي يذكرونها كلها من الشيطان لأجل أن يضلهم عن سبيل الله عز وجل، سواء كان شيطان الجن أو شيطان الإنس. هناك شياطين من الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يغر الناس بذلك. نعم. وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة. نعم، فيهم من ينشد القصائد في دعاء الميت كالبوصيري مثلا في البردة والهمزية وغيره من شعراء القبورية والمبتدعة، يمدحون النبي ويمدحون الأولياء مثل البرعي وغيره من لهم قصائد شركية يدعون إلى الشرك فيها ويحبذونه بأثواب من الشعر الذي يكون فيه أسلوب جذاب، يكون فيه أسلوب جذاب، فإذا قرأها الجاهل اغتر بها، لا سيما وإذا كانت من نظم فلان اللي يزعمون أنه عالم وأنه إمام. هذه مصائب. نعم. نحن عندنا الكتاب والسنة، ما عندنا قصائد ولا مدايح ولا حكايات ولا عندنا الكتاب والسنة أبد، ما نحتاج إلى قصائد وإلى دعايات وإلى. نعم. وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة. نعم، هذا موجود في قصائده، قصائد عباد القبور، ومطبوع بأحسن شكل وأحسن تخريج ليغروا به الناس. نعم. أو يذكرون ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين. نعم، يقولون هذا من مدح النبي ومدح الصالح. نعم، المدح في الشيء الواقع لا بأس، وأما المدح الزايد والغلو في المدح هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. وقال للذين جاءوا يستغيثون به من شر المنافق، قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. وقال للذين قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت خيرنا وابن خيرنا، قال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فنهاهم عن هذا القول، فهذا من سد الذرائع. وإن كان صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، هو سيد ولد آدم، لكن إذا كان ذكر هذا من باب الغلو والإطراء فإنه لا يجوز. نعم. فهذا كله ليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين. وما ليس بمشروع ليس بواجب ولا مستحب فليس من الدين، لأن الدين إما واجب وإما مستحب. نعم. والدليل على الوجوب أو الاستحباب الكتاب والسنة. نعم. ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين. من عبد الله بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله فهو مبتدع ضال، مبتدع ضال، وبدعته هذه ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة.
وليس هناك بدعة في الدين حسنة أبدا. الدين كامل قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بحاجة إلى الزيادات والاستحسانات والقصص والحكايات، هذا كله باطل وليس من الدين. وإن كانوا يزعمون أن هذه بدعة حسنة، أقول لا، الدين ليس فيه بدعة حسنة، وإنما البدع في الدين كلها سيئة وكلها ضلالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. يقولون هذه خير، نقول لا، هذه شر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة فهي شر ليست خيرا. فيجب إقفال هذا الباب نهائيا حتى يصان الدين من العبث وإدخال ما ليس منه. نعم. فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة. هذا رد على الذين يقولون إن هذه بدعة حسنة، ويقسمون البدع إلى بدع إلى خمسة أنواع: بدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة حسنة، وبدعة ما أدري كيف. هذا كله غلط. البدع في غير الدين، أمور الدنيا، هذه من المباحات: المراكب الجديدة والأسلحة الجديدة والأشياء الجديدة، هذه من المباحات. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده طيبات من الرزق، هذا من المباحات. وأما في الدين، لا، الدين ليس قابلا للبدع أبدا، وليس فيه بدعة حسنة، بل البدع كلها سيئة. نعم. فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين. هذا بالإجماع، باتفاق أئمة الدين، هذا حكاية للإجماع. فالذي يقول هناك بدعة حسنة هذا مخالف للإجماع، مخالف لإجماع الأئمة. نعم. فإن الله سبحانه لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب. الله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، إلا بما شرع من واجب أو مستحب. وما لم يشرعه الله وجوبا أو استحبابا فإنه بدعة. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، يعني مردود عليه، لا يقبل منه. نعم. وكثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح، ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوق أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك. نعم، يكون لهم حجج على هذه البدع، إما حكايات تروى عن فلان وعن فلان، وإما منامات وأحلام، وإما أن فلانا ففعل كذا وحصل له مقصوده وقضيت حاجته. كل هذه ليست أدلة، هذه كلها باطلة وليست أدلة يبنى عليها أحكام شرعية. نعم. وكثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح، أو كذلك يقولون هذا فيه مصلحة. نقول لا، البدعة في الدين ما فيها مصلحة، فيها مضرة وليست مصلحة. الدين ما أهمل شيء فيه مصلحة للناس، لأنه دين كامل. ولو كان هناك شيء من العبادات أو من أمور الدين فيه مصلحة ولم يذكره الشارع، كان هذا نقصاً في الشرع وتكذيباً لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. أن تقول إن فيها أشياء فيها مصلحة للناس وهي من الدين، نقول لا، هذا باطل، لأن الله لم يترك شيئاً فيه مصلحة في الدين إلا وبينه وأكمله قبل وفاة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوق، أو الرأي إن هذا اجتهاد فلان وقول فلان. وهذه مصيبة الآن يرددونها، يقولون المسألة فيها خلاف وفيها أقوال، أنتم تقولون هذا بدعة وهذا الشرك. فيه من يقول إن هذا سنة وهذا مشروع، فما دام فيه من يقول هذا فلا حرج علينا. نقول ليست العبرة بالأقوال ولا بالاختلاف، العبرة بما قام عليه الدليل. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. شوف، اختلاف أقوال مذاهب كثيرة، فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الحل؟ عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. الحمد لله عندنا الميزان وهو الكتاب والسنة، نزن به الأقوال والخلافات، فنأخذ ما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة ونترك ما خالف الدليل، وإن قال به فلان أو علم. إن كان متعمداً فهو ضال مضل، وإن كان لم يتعمد فهو مجتهد مخطئ، ولا يجوز لنا أن نأخذ الخطأ ولو كان قائله من الأئمة، لأنه لم يتعمد وإنما اجتهد وأخطأ. قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن لا يجوز اتباعه على الخطأ، هو مأجور في نفسه، لكن لا يجوز لنا نحن أن نأخذ الخطأ ونقول فلان مأجور. هو معذور، معذور، لكن أنت مالك عذر، أنت تعرف أن هذا خطأ، لا يجوز لك أنك تأخذ هذا. وأيضا هذا إنما هو في مسائل الفقه القابلة للاجتهاد، أما مسائل العقيدة فهذه توقيفية ليس فيها مجال للاجتهاد ولا للاختلاف، وإنما العقيدة مبنية على الكتاب والسنة ولا فيها اجتهاد واختلاف بين السلف وأتباعهم، إنما الاختلاف من المبتدعة والفرق الضالة، هؤلاء لا عبرة بخلافهم ولا بأقوالهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية والقبورية وإلى آخره، لا عبرة بأقوال هؤلاء. السلف لم يختلفوا في أمور العقيدة، ما اختلفوا فيها. نعم. ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوق أو الذوق. الرأي هذا من جهة الاختلاف، اختلاف العلماء. أما الذوق فهذا عند الصوفية، الذوق هذا من اصطلاحات الصوفية، يعني ما ساغ لهم عملوا به واعتبروه دينا، لأن ذوقهم يدل على هذا. ولهذا ليس عبرة، الإنسان قد يستحسن الشرك، يستحسن البدع، يستحسن الكفر. مسألة الاستحسان في الذوق هذا ليس دليلا عدم أنه مخالف للكتاب والسنة. نعم. فمثلا ما عليه الصوفية من العبادات والاصطلاحات الصوفية، هذه كلها ذواق ومواجيد، ليست مشروعة وليست دليلا، وإن كانوا هم يستحسنونها ويذوقونها ليست دليلا ولا دينا يعبد الله به. نعم. ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوق أو من جهة التقليد والمنامات أو التقليد، أو التقليد، وهذا اللي أصابت كثير من الناس اليوم، يقول ما دام قال به فلان حنا تبع لفلان، ما دام أنه قال به فلان إذا صار يوافق هواهم، ولا لا صار ما يوافق هواهم، لو يقول به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبغون اللي يخالف هواهم،
لكن إذا صار يوافق هواهم له أضعف قول وأشد قول، قالوا هذا صحيح وهذا فلان إمام وفلان عالم جليل، كيف أن نترك كلامه لأنه يوافق هواه. نعم. أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك. نعم. وجواب هؤلاء من طريقين. الشيخ لما ذكر مستنداتهم واعتماداتهم في هذه الأمور أراد أن يرد عليهم، انتبهوا. نعم. وجواب هؤلاء من طريقين، أحدهما الاحتجاج بالنص والإجماع. نعم، حالهما أنه لا حجة في هذه الأشياء، وإنما الحجة بالنص، يعني من الكتاب والسنة، النص يشمل الكتاب والسنة. الثالث الإجماع، هذه الأدلة المتفق عليها، الكتاب السنة الإجماع، هذه الأدلة المتفق عليها، أو أصول الأدلة، هذه أصول الأدلة المتفق عليها. نعم. أحدهما الاحتجاج بالنص والإجماع، والثاني القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد، فإن فساد الثالث أنتم تقولون إن هذا يدل الذوق على أنه جائز لأننا نتلذذ به ونطمئن إليه، يقول هذا ما هو بدليل، في أكثر منكم يرون إن هذا مر، إن هذا مر وله حلو ولا له طعمه قبيح، فإذا احتججنا بالذوق فيه ناس ما يذوقون هذا ولا يرونه، يرون إنه مر وإنه قبيح وإنه غير ساير، فما هو بالذوق دليل، ما هو بذوق فلان ولا فلان دليل، الدليل هو النص أو الإجماع. نعم. والثاني القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد. نعم. فإن فساد ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة. لو قدر أن هذا فيه مصلحة، المصلحة ما تعتبر إلا في ما إذا كانت راجحة، مصلحة راجحة على المفسدة، ما فيه مصلحة ومفسدة، انظر، فإن كانت المصلحة راجحة فإنه يعتبر، وإن كانت المصلحة مرجوحة أو مساوية للمفسدة فإنه لا يعتبر. فالأقسام ثلاثة: مصلحة راجحة، مفسدة راجحة، متساويتان، فالأول وهو المصلحة الراجحة يؤخذ بها وتغتبر المفسدة المرجوحة، ثاني المفسدة راجحة أو مساوية لا تعتبر في الحالتين. نعم. أما الأول فيقال قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب، وعلم أن ذلك بالإجماع أن هذا الذي تفعلونه أيها المبتدعة، يا من تعبدون القبور تستغيثون بالأموات، أن هذا بالإجماع ليس بواجب ولا مستحب، إذن هو خارج عن الدين، لأن الدين إما واجب وإما مستحب، وهذا ليس بواجب ولا مستحب، إذن فهو زيادة، والزيادة في الدين مردودة وبدعة. نعم. وعلم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين ويستشفعوا بهم لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم. علم بالاضطرار ومن الكتاب والسنة بالنص والإجماع أن الأنبياء لم يشرعوا دعاء غير الله ولا الاستغاثة بالأموات والغائبين، هذا بالكتاب والسنة والإجماع، وما كان كذلك فهو باطل. اللي يقول إن دعاء الأموات والصالحين والملائكة والأنبياء جائز، هذا كلام باطل، لأن هذا مخالف لإجماع الأنبياء، الأنبياء كلهم يقولون اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا،
لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت نفي وإثبات، مثل لا إله إلا الله نفي وإثبات. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا الذي جاءت به الرسل، إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه. نعم، وهذا هو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. وعلم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين ويستشفعوا بهم، لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم، فلا يقول لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم، لأنهم لا يسمعون الدعاء ولا يقدرون على الإجابة. الميت ما يقدر على الإجابة، الغائب ما يسمعك ولا يقدر على الإجابة، هو ما سمعك وبعيد عنك. أما الحي الحاضر، الحي الحاضر الذي يقدر على مساعدتك، فلا بأس أن تستنجد به إذا احتجت إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والعبد والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فطلب من المخلوق إذا كان قادراً على ما يطلب منه وحياً وحاضراً عند المحتاج لا بأس بذلك. أما الاستغاثة بالأموات أو بالغائبين فهذا أمر لا يجوز. نعم. فلا يقول أحد يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، سلوا الله لنا أن ينصرنا ويرزقنا أو يهدينا، لأنهم غائبون، لأن الملائكة غائبون ما يراهم، كيف يستنجد بمن لا يراه. نعم. وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين يا نبي الله يا رسول الله ادعو الله لي، سل الله لي، استغفر الله لي. نعم، لأنه ميت، والميت لا يقدر على شيء، انتهى عمله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع عمله. أنتم تقولون لا، لم ينقطع عمله، يقدر أنه يشتغل ويغيث من يستغيث ويساعد من يحتاج إلى مساعدة، يجيب من سأله. هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين يا نبي الله يا رسول الله ادعو الله لي، سل الله لي، ادعو الله لي. وهذا أيضا فيه رد على من ذكرنا في أول الكلام اللي يقولون إن طلب الشفاعة من الرسول أو من أي ميت إن هذا ليس بشرك وإنما هو محرم بدعة فقط. هذا كلام باطل. نعم. كذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين يا نبي الله يا رسول الله ادعو الله لي، سل الله لي، استغفر الله لي، سل الله لي أن يغفر لي أو يهديني أو ينصرني أو يعافيني، ولا يقول أشكو إليك ذنوبي. ومن العجيب أنه من العجيب يعني والانتكاس أنك تطلب من إنسان ميت تطلب منه حوائجك ولا تطلبها من الله، والله قريب مجيب وغني كريم وأمرك أن تدعوه ووعدك أن تستجيب له، فلماذا تعدل عن الله وتذهب إلى ميت؟ هذا من انتكاس الفطر والعياذ بالله، ومن تزيين شياطين الإنس والجن. يقول إنهم صالحين، نعم صالحين، صلاحهم لهم، أنت ما علاقك بصلاحهم، ما لك إلا عملك. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ما لك علاقة بصلاحهم. ولا تسأل الله بأعمالهم، إنما تسأل الله بعملك أنت، تتوسل إلى الله بعملك أنت، ولا تتوسل إلى الله بعمل غيرك وبصلاح غيرك. نعم.
ولا يقول أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزقي أو أشكو إليك إلى المخلوق إلى الرسول أو إلى غيره أشكو إليك. هذا يجون عند القبر أو يكتبون للرسول أو يؤلفون في مؤلفاتهم قصائدهم يخاطبون الرسول ويشكون إليه، نعم، وينتصرون به على الأعداء. ولم يطرأ ذكر الله على ألسنتهم والعياذ بالله، ولا يستغيثون بالله في الشدائد، وإنما يستغيثون بالمخلوقين. هذا من الانتكاس، نعم. ولا يقول أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي أو أشكو إليك فلانا. أصابت المسلمين مصائب من تسلط الأعداء وغزو الجيوش المداهمة، ولا كانوا يستنجدون بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يدعون الله ويلجؤون إلى الله. ما ذكر عنهم أنهم استغاثوا بالرسول أو جاءوا عند قبره استغاثوا به، ما ذكر هذا أبدا، نعم. أو أشكو إليك فلانا الذي ظلمني، ولا يقول أو أشكو إليك فلانا الذي ظلمني. طيب الرسول يحكم بينك أنت وفلان بعد ما مات، اذهب إلى خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الحكام والقضاة واشكو الظالم واطلب منهم إنصافك منه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يملك لك شيئا، لا يملك لك شيئا، ولا يشكى إليه الظلمة ويطلب منه الانتصار للمظلومين أبدا. من أصابه ظلم فإنه يذهب إلى ولاة أمور المسلمين وإلى علمائهم قضاتهم ويطلب إنصافه من فلان، هذا هو الطريق الصحيح، نعم. ولا يقول أنا نزيلك أنا ضيفك أنا جارك، أو كذلك يتوسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرب منه، أنه ضيفه وأنه بجواره وأنه في رحابه أو غير ذلك من الأباطيل والترهات، هذا كله لا يجدي شيئا. إنما الذي يجدي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كنت في المدينة أو في الأندلس أو في أي مكان من مشارق الأرض ومغاربها، المقصود اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع الكتاب والسنة. وأما القرب من الرسول أو من قبره هذا لا يجدي شيئاً. الصحابة كانوا قريبين من قبره، ما بينهم وبين قبره إلا أمتار، وتصيبهم الشدائد وتعرض لهم المشكلات من الوقائع، ما كانوا يذهبون إلى القبر ويقولون نحن قريبون من قبر الرسول، إنما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ويطلبون من الحي من صالح الأحياء أن يدعو لهم، وهذا شيء مشروع، هذا شيء مشروع. حي عندك قادر على الدعاء تطلب منه ما يخالف، وسيأتي هذا في كلام المؤلف. هذا الذي كان يعمله السلف عندما تشتد بهم الأمور، وما كانوا يتركون الجهاد ويقولون حنا بجنب الرسول وحنا عند قبر الولي فهو يدافع عنا، بل كانوا يجاهدون ويجندون الجنود والأسلحة ويجاهدون العدو، ولا يقولون حنا بجوار الرسول أو في ضيافة الرسول. حتى إن بعضهم يقول في بعض القبور الأولياء يقول أنا شاهدت المدافع تنطلق من القبر نحو العدو، شاهدت المدافع تنطلق من القبر نحو العدو. هل هذا يقوله عاقل؟ أو حتى المجنون ما يقول الكلام هذا، نسأل الله العافية. القبر تنطلق منه مدافع أو قذائف؟ أجل قل يطير منه طائرات بعد، سبحان الله، أين العقول؟ أين العقول ذهبت؟ لكن هؤلاء يريدون أن يروجوا على العوام ويضلوهم عن سبيل الله عز وجل بمثل هذه
الخرافات الضائعة، كل هذا خذلان من الله عز وجل. من أعرض عن الكتاب والسنة فإنه يبتلى بمثل هذه الخرافات وهذه الترهات والأباطيل. نعم. ولا يقول أنا نزيلك، أنا ضيفك، أنا جارك، أو أنت تجير من يستجيرك، أو أنت خير معاذ يستعاذ به، أو أنت خير معاذ معاذ أو أنت خير معاذ يستعاذ به. هذا يقولون بأشعارهم، يستعيذون بالرسول ويستنجدون به في أشعارهم بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولا يستعيذون بالله أو يستغيثون بالله عز وجل، هذا من الانتكاس. بل لا يرد ذكر الله على ألسنتهم في الهتافات والاستنجادات، ما يرد هذا، ينسون الله عز وجل ويتعلق قلوبهم بغير الله، يظنون أنه يخلصهم من الشدائد. ومن أكاذيبهم يقولون عن الرفاعي أنه لما جاء إلى قبر الرسول أنه سلم عليه، وأن الرسول أخرج يده من القبر، أخرج يده من القبر وصافح الرفاعي. هل كذب هذا وهل افترى؟ الرسول ما أخرج يده لأبي بكر، ما أخرج يده لأبي بكر صديق الأمة وخير الأمة، ولا أخرجها لعمر فاروق الأمة، ولا لعثمان للنورين، ولا لعلي رضي الله عنهم، ولا لغيره من الصحابة، ما أخرج يده إلى أصحابه، يخرجها للرفاعي. هذا من الكذب المفضوح والعياذ بالله. بس العجيب كيف هذا يكتب في الكتب ويسجل في الكتب ويضحك عليه الناس والعقلاء، لكن أبى الله إلا أن يفضح هؤلاء، أبى الله إلا أن يفضح هؤلاء، فسجلوا هذا في كتبهم ومؤلفاتهم. نعم. ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور، أو بعضهم يرسل ورقة إلى صار ما هو رايح للمدينة، يرسل ورقة مع الحجاج ويقول ضعوها في الشبك، شبك القبر، رسالة إلى الرسول: يا رسول الله إني في حاجة، وإني في كذا، وإني في كذا، ويطلب من الرسول. وهذا وجد يعني، ولا يزال. وأيضا في عرفة، وهذا الشيء شاهدناه وشاهد غيرنا، يجون على الجبل ويعلقون خرق بالشجر، شجر الجبل أو أوراق، أو يكومون أتربة وحصى، ويقولون هذا علامة على مجيئنا، وهذا حنا جايين الحاجات، وإلى هذا كله من الخرافات. أما الله ليس له ذكر في قلوبهم ولا في ألسنتهم والعياذ بالله، إنما يتعلقون بالجمادات والأموات والغائبين، ولا لله ذكر على ألسنتهم. وين جايين الحاجين ذولا الحين؟ جايين الحاجين، وين الحج؟ الحج مبني على التوحيد، وهم يقولون عندما يحرمون: رب لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يكررونها، ومع هذا يثبتون الشريك لله عز وجل في أعمالهم، تصرفاتهم. أين العقول فضلا عن الدين، فضلا عن العلم؟ كل هذا غاب عنهم والعياذ بالله. نعم. ووراءهم المشكل أن وراءهم من يدزهم ويؤزهم على هذا الشيء، بل معهم من يذهب بهم ويقودهم ويطوفهم، يسمونهم التطويف، يطوف بهم على هذه الأشياء وهذه، ويزعمون أن هذا من الحج ومن العمرة ومن الزيارة. نعم. علشان يأخذون أموالهم، يأخذون أجار تكاسي وأجار سيارات وتزوير وتطويف من أجل ابتزاز أموالهم المساكين، فهذا من الخيانة لهم. نعم.
ولا كان الواجب عليهم إذا كانوا يخافون الله أن يقولوا اجلسوا في المسجد الحرام، طوفوا بالبيت، ارفعوا أكفكم إلى الله سبحانه وتعالى، وفروا عليكم أموالكم من أجل تنفقونها في مصالحكم، لا تضيعونها في الشرك، لا تضيعونها. لكن هؤلاء خونة، وهؤلاء هم الذين أهلكوا الناس بهذه الطريقة. نعم. ولا يكتب أحد محضراً أنه استجار بفلان ويذهب. طيب بعضهم يجي يروح يصعد جبل حراء، من اللي يصعد جبل حراء؟ يمكن كبير السن أو عجوز كبيرة، لازم تصعد جبل حراء تصل الغار بزعمهم، ويأخذ يومه يصعد، وبعضهم يموت في أثناء الطريق، وقد يكون الجبل ملتهب بالرمضة، شدة الرمضة، يقول نمش، أنت تبي الجنة همش. ما يعني أشياء سبحان الله، ما أدري كيف تروج على عقولهم. طيب أي صدق تطوف سبعة أشواط بالبيت وتصلي ركعتين وتجلس في المسجد الحرام وتتلو القرآن وتصلي الفريضة عن 100,000 فريضة، وتروح تصعد جبل حراء تأخذ يوم كامل، وقد لا تنزل، قد تموت، تنقطع، وأنت آثم، تعبان وآثم والعياذ بالله. لكن أين العقول التي تحضر عند هؤلاء؟ أظنهم يمشون ببلية عقول. نعم. ولا يكتب أحد محضراً أنه استجار. طيب أي كونك تجلس في المسجد الحرام في الأروقة عند المراوح عند المكيفات والبراد وتدعو الله وتصلي، أو تروح للجبل جبل النور؟ الله ما أمرك تروح لجبل النور، ولا رسوله أمرك بذلك. الرسول ما كان يذهب إلى جبل النور بعد البعثة، إنما كان يذهب إليه قبل البعثة لأجل أن يخلو عن الناس، لأن ما فيه إلا مشركون وأوثان وأصنام، هو كان يحب أنه ينعزل عنهم. لكن لما أعز الله الإسلام وهدمت الأصنام وكسرت الأصنام وطهر البيت الحرام ومكة المشرفة، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء، ولا أحد من أصحابه ذهب إلى غار حراء، ولا إلى غار ثور. غار ثور الرسول ما ذهب إليه من باب التعبد، وإنما ذهب إليه من باب الحاجة لأجل الاختفاء عن المشركين. وجبل ثور في جنوب مكة، والرسول طريق الهجرة من شمال، راح جنوب علشان يخدعهم ولا يدرون وين راح، هذا من باب الخدعة لهم. فهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو من باب التعبد، ولذلك ما كان يذهب إليه بعد ذلك. ما لما جاء وفتح مكة وصارت مكة بلد إسلام، ما كان يروح إلى جبل إلى غار ثور، إنما ذهب إليه عند الحاجة إليه فقط، ومن أجل الاختفاء عن المشركين، أمر عادي، ما هو بأمر تعبدي، إنما هو أمر عادي. ومن الأخذ بالأسباب، من الأخذ بالأسباب النافعة، لا من باب التعبد. نعم. ولا يكتب أحد محضراً أنه استجار بفلان ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر. نعم، بعضهم يجي عند الولي، وهو في الحقيقة الطاغوت لكن يسمي نفسه ولي، يجي عند الولي ويكتب محضر إني حضرت، ويشهد فلان وفلان إني حجيت، إن فلان حج في عام كذا وكذا أو اعتمر في كذا وكذا، ويختم عليه الطاغوت هذا ويصير محضرا معه مستند. يعني هل الله يبي يجحد عبادك حتى تأخذ معك محضر أو صك من هذا الطاغوت؟ لكن هذا علشان التضليل وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا كان موجودا عند النصارى الذين عبدوا المسيح وأمة، وجد في هذه الأمة من يفعل هذا اقتداء بهم والعياذ بالله، يكتب محضر وإثبات أنه حج أو أنه اعتمر. تثبت على الله عز وجل، وش أدريك أنك حجيت أو اعتمرت إن كان عملك باطل؟ تدري أنه حج مقبول أو عمرة مقبولة؟ هذا ما يحتاج إلى كتابة ولا إلى إثبات صك ولا إلى توقيع وختم من الطاغوت، ما يحتاج إلى هذا. هذا بينك وبين الله عز وجل،
نعم. ولا يكتب أحد محضرا أنه استجار بفلان. رأينا شيء من هذا، رأينا ناس معهم صكوك موقع عليها بعض الطواغيت أنهم حجوا وأنهم اعتمروا. نعم. ولا يكتب أحد محضرا أنه استجار بفلان ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر. نعم. ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين، كما يفعله النصارى في كنائسهم. نعم. وكما يفعله المبتدعون النصارى إلى منهم أخطأوا أو أساءوا أو أذنبوا يروحون إلى القساوسة يغفرون لهم، إذا غفروا لهم انتهت المشكلة، وإذا لم يغفر له رئيس الكنيسة ما غفر له. هذا عند النصارى، وهذا شيء موجود في كنائسهم، يسمونه التوبة، يعني ما تتوب إلا عند الطاغوت هذا، ولازم أنه يعطيك إثبات أنك تائب. توبة بابها مفتوح، ولا يحتاج أنك تروح لحد، ارفع يديك إلى الله الليل أو في النهار وتوب إلى الله عز وجل، واستغفره في أي مكان، والله قريب مجيب، يسمع ويرى ويعلم سبحانه وتعالى. فلا تذهب إلى أحد، ولا تروح للقسيس، ولا إلى طاغوت يدعي أنه ولي من أولياء الله، ولا إلى أحد. أنت في مكانك من بر أو بحر أو أي مكان، ارفع يديك وتوب إلى الله عز وجل، واستغفر الله عز وجل في ليل أو في نهار. ليس للتوبة وقت محدد، ولا مكان محدد، ولا عند شخص محدد، ما ليس هذا. أما قوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذه قضية خاصة في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، ناس أساءوا إلى الرسول حيث طلبوا التحاكم إلى غيره، إلى كعب بن الأشرف، فأساءوا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو جاءوا وطلبوا من الرسول أنه يسامحهم عن خطائهم في حقه وسامحهم لا عافى الله عنهم. أما بعد موته فلا يذهب إلى قبره، ما أحد من الصحابة يروح يستغفر عند القبر أبدا، ما أحد من الصحابة ولا من السلف الصالح ولا من الأئمة أنه إذا بغى يستغفر يروح عند القبر. فدل على أن الآية لا عموم لها، وإنما هي في قضية خاصة انتهت. نعم. كما يفعله النصارى في كنائسهم، كما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم. نعم. فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا لأمته أبداً. الرسول ما شرع لنا أننا نذهب للقبور وندعو عندها ونستغفر عندها بل نهى عن ذلك، نهى عن الصلاة عند القبور، نهى عن الدعاء عند القبور، نهى عن ذلك كله، نهى عن تعظيم القبور بالبناء أو بالكتابة أو بالسرج أو بالأطياب التي ترش على القبور من باب الدعاية لها، كل هذا نهى عن تجصيصها وتلوينها بالألوان، كل هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم سداً لوسائل الشرك. والقبر يبقى كما دفن، عليه ترابه وعليه نصائبه كما كانت قبور الصحابة رضي الله عنهم، بل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، بقي عليه ترابه ونصائبه كما دفن عليه الصلاة والسلام، ما يوضع عليه أشياء. قد تقول إن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في بيته أو أنه في المسجد، نقول ما قبر الرسول ما بني عليه، إنما دفن في بيته حماية الله في بيته، ما هو عقب ما دفن بني عليه، إنما هو بناء قائم موجود ومنزل مسكون دفن فيه صلى الله عليه وسلم حماية له من الغلو.
ما بالكم لو أن قبر الرسول برز وصار برا، ماذا يحصل عنده من القتال والزحام؟ فمن رحمة الله أن الله صانع، استجابة لدعائه صلى الله عليه وسلم حيث قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. نعم. وكذلك الأنبياء وقبله لم يشرعوا شيئا من ذلك، فالأهل الكتاب ليس عندهم عن الأنبياء نقل بذلك. أهل الكتاب إنما عملوا هذا من اختراعهم وافترائهم على الأنبياء، ليس في كتبهم لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيرها من الكتب السابقة شيء من هذه الخرافات والتعلق بالأموات والأضرحة. نعم. كما أن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك، ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان. ليس عند المسلمين نقل بأن القبر الفلاني قبر الرسول أو غيره إنه ينفع ويضر، وأنه يعبد الله عنده ويدعى عنده ويطلب من الرسول أو من غيره شيء بعد موته، هذا ما يوجد في الكتاب والسنة قطعا، ما يوجد في الكتاب والسنة، ولا يوجد في عمل الصحابة والتابعين لهم بإحسان. نعم. إنما يوجد هذا في عمل المخرفين وفي كتب المخرفين الذين ليس عندهم إلا أحاديث مكذوبة أو قصص خيالية أو رؤى وأحلام أو غير ذلك من الترهات والأباطيل. نعم. ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيرها. نعم، ما ذكر هذا أحد من الأئمة في مؤلفاته. الأئمة قصد الأئمة، ما هو القصد كل مؤلف أو كل كاتب، لا، الأئمة المعتبرون كالأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المعتبرين ما يوجد في كتبهم شيء من هذا، إنما يوجد هذا في كتب المخرفين، في كتب المخرفين، وهذه ليست عبرة. فمن أراد أن يأتي بكلام من كلام الأئمة هذه كتبهم موجودة، يجيب لنا نقل عن الإمام أبي حنيفة، عن مالك، عن الشافعي، عن أحمد، عن الأوزاعي، عن الثوري، عن إسحاق بن راهوي، عن فلان، عن يحيى بن معين، عن يجيب لنا نقل، ما يلقى شيء، إنما هذا في كتب المخرفين وليس في كتب أهل العلم والثقات. نعم. ولا ذكر ذلك أحد. ومناسكهم اللي كتبوها، المناسك اللي كتبوها للحج والعمرة ليس فيها إلا وصف الحج ووصف العمرة وما يفعله الحاج والمعتمر على وفق السنة، ما فيها شيء غير مخالف للسنة أبدا. نعم. ولا ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحق لأحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين. الذي في كتب الأئمة هو أنك تزور القبر وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه كغيره من القبور، هذا الذي ورد في كتب الأئمة، سلام فقط. وهذا الذي فعله الصحابة، إذا قدم أحدهم من سفر فإنه يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، أما من كان مقيماً بالمدينة فإنه لا يتردد على القبر للسلام، للسلام، فكيف للتبرك أو للدعاء؟ لا يتردد عليه من أجل السلام، يسلم أول مرة، أول ما يقدم يكفي، لأن التردد عليه يجعله وثن. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يجعله عيد يعتاد. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا
يعني تعتادون وتترددون عليه وتجلسون عنده، نهى عن ذلك لأن هذا وسيلة إلى الشرك والغلو. نعم. وكان أصحابه يبتلون بأنواع البلاء بعد موته. نعم. فتارة بالجذب، وتارة بنقص الرزق، وتارة بالخوف وقوة العدو، وتارة بالذنوب والمعاصي، ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قبر الخليل، ولا قبر أحد. ما أشد على المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من ردة العرب بعد وفاة الرسول، وصاروا يهددون المسلمين في المدينة. ما ذهب الصحابة إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أبو بكر رضي الله عنه جهز الجيوش لقتال المرتدين، ولا ذهب إلى الرسول وقال يا رسول الله أنقذنا، يا رسول الله نحن في شدة بعدك. ما فعل هذا خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إخوانه من الصحابة في أحلك الأحوال وأشد الأحوال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا شك أن الحكم والفصل بين الناس هو بالكتاب والسنة، لكن الإشكال أن كل أحد يقول إن مصدري هو الكتاب والسنة، فكيف نضبط هذا الانتساب وكيف نعرف المحق من المبطل؟ ما هي المسألة على الدعوة أن كل واحد يقول أنا موافق للكتاب والسنة، ما يقبل دعوة تعرض على المختصين على الراسخين في العلم ويطبقون قوله على الكتاب والسنة ويحكمون عليه، لأن الذي يحسن الرجوع إلى الكتاب والسنة هم العلماء، هم كل واحد يقول أنا رجعت إلى الكتاب والسنة ويبني على فهمها وعلى هواه، إنما يرجع في هذا إلى أهل العلم وأهل الاختصاص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في مجموع الفتاوى بأن حديث الاجتهاد وهو إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران إلى آخره لأنه يشمل مسائل العقيدة، فما وجه ذلك وهل هو صحيح عن الشيخ؟ إيش يقول؟ قرأت في مجموع الفتاوى بأن حديث الاجتهاد أي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران الحديث لأنه يشمل مسائل العقيدة، فما وجه ذلك وهل هو صحيح عن الشيخ؟ ما أدري، يجيب لنا النص، يجيب لنا النص كلام الشيخ نشوف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك رد أو تعرض من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لقصيدة البردة ورد له عليها؟ ما يذكر شيء من هذا، ما يذكر شيء من هذا صريح، لكن رد عليها من جاء بعده من الأئمة وردودهم موجودة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى بأن طلب الميت بأن يدعو لك، أن يدعو الله لك، أن ذلك من البدع، فهل هي نفس المسألة؟ هذه بدعة شركية، هي من البدع لكنها بدعة شركية، تفهم أنها بدعة يعني محرمة فقط، ما هي بدعة شركية، الشرك يسمى بدعة. نعم. تقول فهل هي نفس المسألة التي نبه عليها فضيلتكم في أول الدرس؟ نعم، أنا نبهت على الفهم، ما نبهت على كلام الشيخ، نبهت على فهم هذا الناقل. كون الشيخ يقول هذا بدعة، ما قال هذا بدعة وسكت، أو هذه بدعة شركية، شركية، هذا قصد. نعم. مثل كلامه هنا، كلامه هنا صريح، فلماذا يأخذ كلامه هناك المجمل ويترك كلامه الصريح هنا؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بقول فضيلتكم مرجئة العصر؟ ما تعريفهم وفقكم الله؟ تعرفهم أنت إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض طلاب العلم يقول إن مسائل العقيدة توقيفية ولا خلاف فيها إلا إذا اختلف فيها الصحابة، فهل استثناؤهم صحيح؟ هذا كلام باطل، ومن اللي قايله؟ من بس بين لي اللي قايله منهم، دلوا يقولون الآن كلام من عندهم لم يسبقوا إليه، ما يجيب لنا نقل عن السلف أنهم قالوا الكلام هذا، أما أنه هو يجيب كلاما من عنده أو من عند أمثاله هذا لا يعتبر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر في هذه الأزمان صبغ القبور أو صبغ نصائب القبر بالبويات أو وضع حبل عليها أو خرق من أجل معرفة القبر، فهل هذا عمل جائز؟ لا، الصبغ لا يجوز، لا النصائب ولا القبر بالبوية ولا بالجص ولا بغيره، إنما يوضع عليها علامة حجر، يوضع عليها حجر يعرفه من وضع فقط، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد غلاة الصوفية يقول مدافعا عن أبياتهم في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يقول إن النصارى قالت المسيح ابن الله ونحن لم نقل ذلك في قصائدنا، فما هو الرد عليه وفقكم الله؟ إذا دعوت الرسول واستغثت به فأنت مثل النصارى اللي يقولون الكلام، لا يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الغوث في الشدائد، بل غير الرسول من أهل القبور يستنجدون بهم ويستغيثون بهم ويقولون حنا ما فعلنا مثل النصارى، هذا فعل النصارى، الشرك بالله هو فعل النصارى وهذا شرك بالله عز وجل. نعم. يعني الشرك ما يكون إلا ما يفعله النصارى فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم نداء الرسول صلى الله عليه وسلم كقول القائل يا رسول الله فقط دون طلب الدعاء منه أو الاستغفار أو الشفاعة؟ يا رسول الله هذا دعاء، لماذا يقول يا رسول الله إذا قام وإذا قعد وإذا سقط يقول يا رسول الله؟ هذا دعاء، دعاء للرسول، بدل يقول يا الله يقول يا رسول الله، هذا استنجاد. نعم. عند الحاجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند القدوم من السفر؟ ومن ترك السلام عليه واقتصر على السلام عليه في الصلاة هل يعتبر تاركا للسنة؟ السلام عليه ما هو واجب، السلام عليه عند قبر ما هو واجب، إذا تركه لم يكن تاركا لواجب، وإذا فعله فقد فعل سنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة المسلمة التي ورد ذكرها في التاريخ وهي أنها قد صاحت فقالت ومعتصمة، هل يعتبر ذلك من دعاء الغائبين وهل يكون حجة للمخالفين؟ هذه ندبة وهذا ما هي بحجة، امرأة قالت ومعتصمة يصير دليل على هدم التوحيد؟ هو صحيح هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقبر الإنسان في بيته أو في غرفة قائمة في مزرعته؟ الأولى أنه يدفن مع المسلمين، لأنه إذا دفن مع المسلمين يكون هذا أحفظ له، أما إذا دفن في بيته أو في مزرعته فربما أنه يمتهن أو يشال، المزرعة هذه تشال أو تحرك أو تبنى فيكون معرضاً قبره للأذى والامتهان، فيدفن مع المسلمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من ترك محرماً، وأيضاً إذا دفن وحده لا سيما في داخل مبنى يجون الخرافيين يقولون هذا ولي ويتقاطرون عليه للدعاء والاستغفار، ما صار الحال هنا إلا لأن له شأن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من ترك محرماً كالتدخين لأجل الله سبحانه هل يعتبر هذا من الوسيلة إلى الله؟ نعم، ترك المحرمات طاعة لله هذا من وسائل عبادة الله عز وجل، من توسل إلى الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصلاة في الحرم المكي بمائة ألف صلاة، هل هذا الحكم متعلق بالفريضة أم بالفريضة والنافلة معا؟ ظاهر الحديث العموم، ظاهر الحديث العموم جميع الصلوات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مناداة القادر وهو غير حاضر في المجلس هل يعتبر من الشرك أم هو أمر محرم فقط؟ إذا كان يسمعك فهذا مباح، ما إذا كان ما يسمعك فهذا من باب العبث، شلون تدعو واحد ما يسمعك؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكون مبتدعا أو فاعلا للبدعة من إذا نزل به بلاء
اتصل بكل من يلتمس فيه خيرا ليدعو الله له في وقت البلاء، كما بالضوابط التي سبقت. إذا كان حيا هذا شرط، الشرط الثاني أن يكون حاضرا، الشرط الثالث أن يكون قادرا على ما تطلب منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله القول بأنه لا يعبد الله إلا بما هو واجب أو مستحب، أليست عبادة الله تكون أيضا بترك المنهيات؟ هو داخل في الواجب، ترك المحرم واجب، يجب عليك أن تترك المحرم. فالواجب ينقسم إلى قسمين، فعل الطاعة وترك المعصية. نعم، يجب عليك ترك المعصية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعنا أنه لا يجوز الدعاء عند القبور، فهل يجوز الدعاء عند قبر الوالدين بالدعاء لهما؟ الدعاء للميت لا بأس عند قبره، الدعاء للميت، إنما الكلام دعاء الميت أو طلب الدعاء منه، دعاؤه نفسه هذا شرك أكبر، طلب الدعاء منه هذا أيضا شرك، لأنه لا يطلب من الميت شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق وأما الدعاء عند قبره؟ عندنا ثلاثة أشياء، دعاؤه، دعاء الدعاء به، الدعاء عنده، ثلاثة أشياء. أما دعاؤه هذا شرك صريح، وكذلك الدعاء به وهو ميت، دعاء به هذا بدعة، دعاء به يعني تدعو الله وتجعل وسيلة لقبول دعائك الله، هذا بدعة، والدعاء عنده هذا وسيلة من وسائل الشرك، الدعاء عنده، دعاء الله عند القبر هذا وسيلة من وسائل الشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين البدعة الإضافية والبدعة النسبية، وما هو المثال لهما؟ البدعة الإضافية والنسبية سواء، بدعة أن يكون الإضافية أو النسبية، أن يكون أصل الشيء مشروعاً ثم يزاد عليه شيء، يزاد على المشروع شيء، هذه إضافية لأنك أضفت إلى المشروع شيئاً غير مشروع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كأن تقول ادعوا الله في وقت كذا ولم يرد دليل بتخصيص هذا الوقت، ادعوا الله عدد كذا، 100 مرة، 300 مرة، 1000 مرة، ولم يرد دليل على العدد، هذه بدعة إضافية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السنة وضع نصيبة واحدة على القبر أم نصيبتان، علما بأن إيش الغرض من وضع النصائب يا أخوان؟ الغرض من وضع النصائب معرفة حدود القبر لئلا يمتهن، فإذا لم يوضع عليه إلا نصيبة واحدة لم يعرف طرفه الثاني، ربما يمتهن، فمن قال إنه ما يوضع إلا نصيبة؟ هذا تونا نسمع له، يوضع عليه نصيبتان عند طرفي القبر حتى تعلم حدوده. نعم. لا، وبعضهم يقول المرأة ما يوضع عليها إلا واحدة والرجل عليه ثنتين، حتى بعد يقولون إن المرأة ما يوضع لها إلا نصيبة المسكينة والرجل يوضع عليه ثنتين، هذا شيء من عندهم هم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يتناقل الناس هذه الأيام، أو يتناقل بعض الناس هذه الأيام رسائل في الجوال عن رجل اسمه عبد الله، يقول إنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه في منامه فأوصاه بالسلام على الناس، ومن يقرأها يوزعها وينتظر 4 أيام ويفرح فرحا شديدا، ومن لم يوزعها فيحزن حزنا شديدا، فما التوجيه وفقكم الله في مثل هذا؟ هذا كذاب، واضح من الكذب في هذا، هذا واضح. لو أنه اقتصر على قوله رأيت الرسول كيف، عاد رآه صحيح أو ما رأه صحيح كيف، لكن كونه يقول من يوزعها يحصل على كذا و4 أيام، حدد 4 أيام، ومن لم يوزعها يحزن، هذا كذب على الله وعلى رسوله. فمثل هالخرافات هذه يجب أنها تنكر، يجب أنها تنكر، وأن يرد عليها في الجوال نفسه، من طلبة العلم يردون عليها في الجوال نفسه حتى يرتدع هؤلاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول
إنها مضت عليها 40 يوما على نفاسها ولا تزال ترى كدرة وصفرة، مع العلم أن هذه الكدرة والصفرة ليست في زمن حيضتها. سؤالها: هل تترك من أجلها الصلاة أم ماذا تفعل؟ لا، ما دام تمت 40 فإنها تغتسل وتصلي، لأن أكثر النفاس 40 يوما، والكدرة والصفرة بعد النفاس ما تعتبر شيئا، تعتبر من الطهر، فعليها أنها تستنجي وتوضأ وتصلي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل تصلى صلاة الكسوف إن كان الكسوف جزئيا ولا يرى بالعين المجردة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إذا رأيتم منهما ذلك، رأيتم منهما ذلك. أما مجرد الوهم أو أن نجيب مكبرات للرؤية، هذا من التكلف الذي لم يأمر الله به ولا رسوله. إن ظهر لنا وشفناه نصلي كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ما ظهر فلا نعتمد على قول الحاسب ولا على أن نروح ندور مكبرات مجهرية وغير ذلك، هذا من التكلف والتنطع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما هو الضابط في تعريف الصليب؟ هل هو ما يكون طرفه السفلي قصيراً وطرفه هل هو إيش؟ ما هو؟ ما هو الضابط في تعريف الصليب؟ الصليب؟ نعم. الصليب ما كان عند النصارى، ما كان شعار النصارى فهو الصليب، يزعمون أنه على صورة المسيح ما هو مصلوب على الخشبة. نعم. هل لا بد أن يكون أحد الطرفين؟ لا، هو أنواع الصليب، ما هو نوع واحد، ما هو نوع واحد، أنواع، لكن العبرة بما يتخذونه شعارا، العبرة بما يتخذونه شعارا لعبادتهم، وهو يتنوع عندهم، له صور كثيرة. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما هو الضابط الشرعي في الجمع بين المغرب والعشاء في حال المطر؟ أن يكون المطر ينزل يبل الثياب بغزارة وينزل، هذه واحدة. الثانية: أن يخلف المطر ماء أو دحضا وطينا في الطريق بينهم وبين المسجد، هذا المطر الذي يجمع من أجله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أما المطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فلا يجمع من أجله، وأما المطر الذي إذا وقف راح المياه من الشوارع وصارت يابسة أو ليس فيها طين وليس فيها ماء، هذا لا يجيز الجمع لأنه زال العذر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم يخرج الله من النار قوما لم يعملوا خيرا قط، فمن هم؟ وهل هم من كان لا يصلي؟ ومن لا يصلي هل يعد كافرا؟ فكيف يخرج؟ من ترك الأعمال متعمدا وهو يقدر عليها وتركها متعمدا، ترك الصلاة، ترك الأعمال متعمدا ويقول يكفيني الإيمان بالقلب، هذا كافر، ولا ينفعه كونه يؤمن بقلبه. فإن الكفار كانوا كذلك، كانوا يؤمنون بقلوبهم لكن لم ينقادوا بجوارحهم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الإيمان بالقلب ما يكفي، لا بد من العمل. والذين يخرجهم الله من النار بدون عمل، هؤلاء أسلموا وماتوا على طول، ما تمكنوا من العمل، أسلموا ثم ماتوا أو قتلوا ولم تمضي فرصة يتمكنون من العمل فيها. أما اللي متمكن من العمل ويتركه وهو قادر عليه ويقول ما هو العمل ما هو بلازم، هذا كافر. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.